جولات في انطلاقة وتحدي من مسار 6 كيلومترات. أشواط الإذاعة مشاهدينا الكرام مستمرة، وشوطنا الخاص بالمحليات الأصايل للأبكار ينطلق في هذه اللحظات ليعلن عن نجم جديد واسم جديد في الساحة الناموسية في الانطلاقات والتحديات في صباح اليوم وفي صباح المنافسات القوية. على بركة الله يسير مشاهدين الكرام هذا الشوط بقوة الأداء وقوة الاستمتاع وقوة البداية. المركز الأول وصلت غنايم في بداية الشوط، تعود الملكية لعبد الله بن نايع بن مصبح النعيمي، هو الآن من يستفتح البداية ويسير على أول الطريق وأول الحاصلين على المركز الأول، بينما المركز الثاني بن صغان تحتل المركز الثاني، راشد بن مطر بن ضبيعة في ثاني المراكز في هذه اللحظات أيها المشاهد العزيز. أما المركز الثالث فالانتقال مباشرة إلى مغثة، اسم من أسامي التحدي واسم من أسامي صولات وجولات في الميادين. ها هي مغثة للشريجي بن محمد بن معدن الاجتبي، ولكن يا الشريجي أكيد الحفاظ على هذا الاسم له وزن كبير وثقل مميز في التحديات. أما المركز الرابع المسار نحو موجة، تحتل المركز الرابع سعيد بن سالم بن حريكل من هالي يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات، والمركز الخامس نقله إلى سرابة. المركز الخامس أيها الحبل الكريم سرابة علي بن مطر بالساحر الاجتبي من يحتل المركز الخامس، والمركز السادس الشاهينية تتواجد في المركز السادس. مكتوم من نواب بن نوح البلوشي يحتل المركز السادس مشاهدينا الاعزاء، والمركز السابع انطلقت بشاير في هذه اللحظات ناصر بن سيف بن محمد النيادي يحتل سابع المراكز. اما المركز الثامن يتواجد فيه مشاهدينا الاعزاء حمد بن سالم المدهوشي ليقدم لنا الزريج في هذا الموقع وهذا المكان. اما تاسع المراكز وصول من قبل الواصله حمد بن سالم بن سليم الاجتبي يحتل هذا الموقع وهذا المكان. عاشر المراكز شعار الحميري يتدخل هنا مع وجود ايضا زريج ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام، 10 أسماء 10 انطلاقات 10 تحديات في انطلاقات وتحديات هذا الصباح الجميل. هكذا يا الحبل الكريم مشاهدينا أعود إلى بداية الشوط وأعود إلى تحدي هذه اللحظات. عودة البداية وسار إلى المركز الأول وصدارة الشوط، غنايم تحتل المركز الأول، عبد الله بن نايع بن مصبح النعيمي الآن من ينطلق ويسير إلى المراكز الأولى وإلى صدارة هذا الشوط وإلى الانطلاقة القوية والانفراد حتى اللحظة. يا سلام يا النعيمي لا زال في مقدمة الشوط وفي بداية المشوار، بينما المركز الثاني اللي تليها في المركز الثاني موجة احتلت المركز الثاني، تعود الملكية سعيد بن سالم بن حريك المنهالي هنا ينطلق على ثاني المراكز ويؤدي أداء التحدي وأداء المنافسة القوية. والمركز الثالث بن صوغان راشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة في المركز الثالث. نشوف المركز الرابع وصول الآن من خلال هذه اللحظات، وصلت سرابة علي بن مطر بالساحر الاجتبي يحتل المركز الرابع. أيها الحفل الكريم المركز الخامس وصول من بشاير ناصر بن سيف بن محمد النيادي ايضا في مشاركة هذا الشوط ولقاء الأخوة ولقاء التحدي والمنافسات. اما المركز السادس حمد بن سالم المدهوشي يوصل الان في هذه اللحظات، وصلنا مشاهدينا الكرام ليقدم لنا الزريج في ملتقى هذا الشوط وهي تحتل المركز الخامس. اما المركز السابع فوصلت مغثة والشريجي بن محمد بن معدن الاجتبي ياتينا في المركز السابع. المركز الثامن مطر بن سعيد بن عبيد الحميري وكذلك زريج الاخرى هنا متنافسة هنا مقدمة هذا اللقاء. المركز التاسع ننتقل الى سرابة ناصر بن سالم بن علي القايدي يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر ها هي العاصية تحتل المركز العاشر لعفاس بالكريبي المري. هكذا اذا المسار مشاهدينا الاعزاء في الانطلاقات والتحديات.
هكذا المسار أيها الحبر الكريم مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى البداية ونعود إلى مسار التحدي والانطلاق. حصلت تغييرات على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، والبداية مع بشاير ناصر بن سيف بن محمد النيادي الذي سار إلى المركز الأول وغير في هذه اللحظات إلى الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني لا زالت هناك الأمور مشاهدينا الكرام بثلاثية هذا الشوط، بالثلاثية المعهودة، الثلاثية المعهودة. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني يعود النعيمي، يعود النعيمي إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات، عبد الله بن نايع بن مصبح النعيمي المركز الثالث، هناك سعيد بن سالم بن حريك المنهالي، يلا يا مع تقديم موجة، مع تقديم موجة في موجة الناموس، في موجة التحدي وموجة ارتفاع الأسعار في انطلاقات الهجن. بينما المركز الرابع زريج متواجد، حمد بن سالم المدهوشي يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس يصل القايدي الآن مع سرابة، يصل مع سرابة ناصر بن سالم القايدي، وصل وخذ المركز الخامس. المركز السادس العاصية، العاصية واصلة مشاهدينا الأعزاء، وعفاس بن صالح بالكريبي المري المري المري، الله يا العاصية عصت الأوامر ولكنها مطيعة للأوامر، مطيعة للأوامر في هذه اللحظات. ها هي الأسماء، حمد بن سالم بن سليم أيضا يتدخل مع سادة المراكز في هذه إلى 12 المراكز، سرابة لعلي بن مطر بالساحر الاجتبي. مشاهدينا الكرام نعود إلى البداية ونعود إلى التغييرات الذي طرت وجرت على مقدمة هذا الشوط، لكن بقيادة إيش؟ بقيادة العاصية، العاصية غيرت وانتزعت المركز الأول. صالح عفاس بن صالح الكريبي المري، الله يا الكريبي، الله يا عفاس، هناك عفسم عفاس في مقدمة الشوط، يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني زريج، تعود الملكية لسيف بن حمد بن سالم المدهوشي. وصلت مشاهدينا لسهيل بن حمد بن سالم المدهوشي، يا سلام يا سهيل، ياتي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث بشاير ناصر بن سيف بن محمد النيادي، ولكن اعود الى البداية، اعود الى عفاس بالكريبي مع وجود عاصية على المركز الاول. اللحظات الاخيرة، 600 متر الاخيرة المثيرة في لقاء هذا الشوط، ولكن عفاس عفس الامور في المركز الاول مع وجود عاصية، عاصية عاصية عاصية، وعفاس في المركز الاول، بينما تحاول هناك زريج تنتزع البداية، وسهيل بن حمد بن سالم المدهوشي يحاول، الله يا سهيل، تسهلت امور سهيل في هذه الانطلاقة، في هذه الانطلاقة سهيل انتزع المركز الأول مع وجود الزريج، زريج 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 انتزعت البداية. سهيل مشاهدين الأعزاء، حمد بن سالم بن محمد المدهوشي، سهيل بن حمد بن سالم المدهوشي ينتزع المركز الأول في هذه الانطلاقة، وهذا التواصل، الله يا زريج على المركز الأول. سلام للسلطنة، سلام على هذا الأداء، سلام للسلطنة، سلام على هذا التحدي. تانينا والنام موس لسهيل بن حمد بن سالم المدهوشي المركز الثاني، هناك مشاهد ناصر بن سيف بن محمد النيادي المركز الثالث، عفاس بن صالح الكريبي المري، والمركز الرابع، المركز الرابع ارصاد سعيد بن عبيد بضبيعة يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت فيه سرابة، وياتي ناصر بن سالم القايدي من تواجد على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، عموما على كل حال ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء، 9:33 وثلاث اجزاء من الثانيه هو توقيت زريج. تانينا والناموس لحسين بن حمد بن سالم المدهوشي من احتل المركز الاول وانطلاقه هذا الشوط. المركز الثاني كان من نصيب بشاير ناصر بن سيف بن محمد النيادي، حيث استطاعت ان تقطع المسافه 9:34 وجزءا وحيدا من الثانيه. اما المركز الثالث في انطلاقة هذا الشوط، كانت العاصية متواجدة في هذا الشوط وفي هذه المنافسة، حيث قطعت المسافة 9:34 وخمسة من الأجزاء من الثواني. تانينا لمالك عفاس بن صالح بن كريبي المري على هذا الفوز والانتصار في انطلاقة هذا الشوط الذي ذهب أمام حضراتكم. ولا